أكد فضيلة الشيخ راشد بن محمد الهاجري رئيس مجلس إدارة الأوقاف السنية أن الإدارة نفذت مشروع الأضاحي لهذا العام، وقد تم توزيع الأضاحي على الأسر المحتاجة في مختلف محافظات ومناطق مملكة البحرين بالتعاون مع الجمعيات والصناديق الخيرية. وللمزيد يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف سعادة السيد عبد الله راشد المعيلي مدير إدارة الأوقاف السنية بالإنابة. أهلا بك سيدي الكريم في نشرة الثالثة. بداية، هل توضح لنا آلية توزيع الأضاحي وعدد المستفيدين من مشروع الأضاحي؟ أهلا وسهلا، وكل عام وأنتم بخير. طبعا راح نتكلم عن مشروع الأضاحي. طبعا الأضاحي من أهم المشاريع اللي يهتم فيها مجلس الإدارة، وهذه من المشاريع الوقفية الخيرية اللي موجودة عندنا في إدارة الأوقاف السنية، واللي تحقق التراحم والتكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع البحريني. طبعا الإدارة هذه السنة قامت يعني ذبح الأضاحي بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني متمثلة في الجمعيات الخيرية، حيث استفاد من هذا المشروع ما يقارب من 600 أسرة. نعم، هل هناك مشاريع أخرى تقوم بها إدارة الأوقاف السنية؟ أي نعم، في العيد عندنا الله يسلمك مشروع ثاني، وهو مشروع كسوة العيد. طبعا الهدف من هالمشروع هو الوقوف بجانب الأسر المتعففة وسد بعض احتياجاتهم في العيد. واستفاد من هذا المشروع حق هذه السنة أو هذا العام، عام 2023، 1444 عدد 410 من الأسر المتعففة في مملكة البحرين. نعم، سيد عبد الله راشد المعيلي مدير إدارة الأوقاف السنية بالإنابة، شكرا جزيلا لك.